مشاهدينا أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج وجوه من الصحافة المغربية. اليوم نقتفي أثر ومسار واحد من أبرز الإعلاميين في المغرب، إنه خليل رايس. ولد خليل رايس بالقنيطرة عام 59-900 وألف، كان على مدى 33 عاما مشرفا على الملحق الثقافي بجريدة الأوبينيون. قضى خليل رايس جزءا من مساره الدراسي بالرباط بالثانوية المرموقة الحسن الثاني، والتي كانت قديما مؤسسة فرنسية قبل أن تسلم إلى السلطات المغربية عام 63-900 وألف. مر بصفوف هذه الثانوية عدد من الطلاب، من بينهم بن بركة وأحمد رضا كديرة وإدريس بن زكري. اجتمعت عدة ظروف دفعت بخليل رايس إلى اعتناق مهنة الصحافة، وهو تلميذ بالقسم النهائي. وفي سن 18 اختير الشاب الرايس من طرف أستاذه لإنجاز استطلاع حول المدينة العتيقة للرباط في إطار تدريب تطبيقي بصحيفة الأوبينيون. كان يجهل حينها أنه سيقضي 40 سنة من حياته بقسم تحريرها. في السنة ذاتها وبالموازاة مع بداية مسيرته المهنية، تسجل الصحفي الشاب بجامعة محمد الخامس للأداب والعلوم الإنسانية لاستكمال معرفته الأكاديمية بالأدب الفرنسي، إلا أنه اضطر عام 82-900 وألف مع كثير من الأسف والارتياح إلى وقف دراساته الجامعية التي لم يستطع أن يجمع بينها وبين نشاطه المهني. منذ ذلك كرس خليل رايس كامل اهتمامه لمهنته، حيث تكلف بتزويد ركن السينما بالصحيفة بالأخبار ورافق بداية الفن السابع المغربي المعاصر. في عام 86-900 وألف عين للإشراف عن الملحق الثقافي، حيث انطلق آنذاك في تحدي النهوض بالثقافة المغربية الناطقة بلغة موليير. فبالنسبة له كان هناك فرق بين اللغة الفرنسية الجميلة والفرنكوفونية بحمولاتها الإيديولوجية، وبكثير من التواضع وبحياته البوهيمية المتشابكة بروابط وثيقة مع زميله نور الدين بن منصور، تقاعد خليل رايس عام 19 و2000. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، نلتقي غدا في حلقة جديدة مع وجه جديد من الصحافة المغربية. إلى اللقاء.